أن هناك من يفكر بوضع قنبلة في مسجد الكوفة، وأنتم إن شاء الله مخلصين وشجعان، ونحن لا نريد إراقة الدم الطاهر في المسجد الطاهر. فإذا جدتم شيء مما يشك فيه فاحذروا منه وبلغوا عنه. النقطة الثانية أننا نطالب من هنا بإطلاق سراح فضلاء الحجر المؤمنين، ولا موجب لاستمرار اعتقالهم. أبى أن يطأطئ رأسه لريح الطغاة، أومأ بسبابته محذرا، أو يخرس الخوف فكرا في كفن أموات، أو يسكت الطغيان زئير حق مختنق بعبرات. أتتوقف سبابة مشهرة أسرقتها جراح النائمات، أم ينام جفن أثقلته المقل بصرخات؟ سبابة سبت عرش طغيان وطغاة برصاصة ماتت حية، فعاشوهم أموات أموات. منذ بواكير حياته لم يكن السكوت على الجور من صفاته، كان متقدا حيا متفوقا في علومه وفكره، قوي الشكيمة والشخصية، فصيح اللسان، عظيم الحنان، متواضعا للناس، متكبرا على الظلمة. فحق القول بمحمد محمد صادق الصدر، غص طريق الحق بالسالكين، فما استوحشوا الطريق ولم تخفهم فوهات بنادق ومدافع الجبابرة. إنه يبدو بوضوح من بعض المصادر إن لديهم عددا من الأفكار الموروثة التي يتلقونها بالصحة والقبول كأنها غير قابلة للمناقشة، موروثة من أجيالهم السابقة جيلا بعد جيل وربما من آلاف السنين، مع أن الأعم الأغلب منها قائم على الخرافة وعلى أمور غير منطقية إطلاقا. ومن العيب أن يتمسك الفرد أو المجتمع بالخرافات بعنوان أنها تمثل فكر عشيرته أو نسله أو أجداده، كما قال تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، مع العلم أن الآباء والأجداد بأنفسهم كانوا جهالا وخاطئين، كما قال تعالى إذا أحفظ الآية قل أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. العلم والورع عناوين اجتمعت في بيئة نشأ فيها السيد محمد محمد صادق الصدر، فنهل منها ما وهبه القوة التي جابهت جيوشا من جلاوزة الطغاة. وكيف لا وهو أحد رياحين عائلة الصدر المعروفة بالتقوى والزهد والعلم، فهي البيئة ذاتها التي خرجت فطاحل العلماء كآية الله العظمى محمد بقر الصدر الذي كان مثالا أعلى لتلميذه وابن عمه محمد صادق الصدر، ومنه نهل علومه الأولى. ودخلت المدرسة الابتدائية في حيثه مدرسة السلام التي الآن أيضا لا وجود لها في شارع السور قرب مغتسل بير عليوي، والذي الآن موجود على اتحاد، وقضيت فيها 4 سنوات وكسر، أي 2 أو 3 من الصف الخامس، وبعد ذلك في بالي على أنني أصبت بالحمى وانقطعت عن المدرسة حوالي نصف شهر أو أكثر، وكان والدي يصر على عدم الرجوع إلى المدرسة. وإذا كان عمري حينما دخلت إلى المدرسة 7 سنوات ثم 4 سنوات فهذا شيء 11 سنة، فحينما كان في ذلك الحين شهر محرم وصفر،
محل شاهد، وأنا مولود في 17 ربيع. كان يصر والدي على أنه يلبسني العمامة المباركة في 17 ربيع لتلك السنة، وفعلا فعل ذلك جزاه الله خير، وعينني أساتذة من جملتهم سيد طالب الرفاعي، ومن جملتهم شيخ حسن طراد العاملي، ومن جملتهم شيخ محمد تقي الإيرواني. فدرست فترة من الزمن، هو طبعا أيضا كان يدرسني المبادئ، إلى أن في الحقيقة يعني شرع من قبل جمعية منتدى النشر في فتح شنو كان في ذلك الحين اسمها كلية منتدى النشر، ثم سميت بكلية الفقه. تخرج السيد محمد محمد صادق الصدر من كلية الفقه في النجف الأشرف عام 1964، وفيها بدأت مواهبه الخاصة تتفجر بعد نضوجها بنور المعارف، إذ كان من أبرز طلبة الصدر الأول ومقرري أبحاثه الفقهية والأصولية، فنال مرتبة الاجتهاد والفتوى في سن مبكرة بعد دراسات طويلة لعلوم ومعارف دينية متعددة بين يدي فقهاء كبار كآية الله العظمى محمد بقر الصدر والإمام الخوئي والإمام محسن الحكيم. وأنا بالأمس قلت بأنني أذكر مطالب أسلافي وأساتذتي قدس الله أسرارهم، وهم أعلم الموجودين في جيلهم وماخذين وقد أخذوا شنو خلاصة الفكر الأصولي السابق عليهم 100%، وأزادوا عليه خطوة وطرحوه للفكر الإمامي، فأنا أخذه أيضا بالمقدار يعني حسب قابليتي طبعا، وأزيد عليه خطوة وأطرحها للفكر الإمامي. تأثر سماحة السيد الصدر بأفكار أساتذته، فاستلهم مشروع التغيير في العراق من فكر السيد الصدر الأول، وتبنى الإصلاح العملي منهجا لبث روح التجديد في الفقه وبربطه بالواقع وسيلة، فبدأ مرجعيته بنفر قليل من دائرته، وانتهى بملايين المؤمنين الذين لبوا نداءه ولم ينطفئ نوره في أفئدتهم. واحد من فضلاء الحوزة جزاه الله خيرا قال لي بأنه يقولون للناس هل صلوا أئمتكم جمعة؟ إذا لم يكونوا قد صلوا جمعة فلماذا تصلون أنتم جمعة؟ ويقول الآخرون هل صلى علماؤكم السابقين جمعة؟ فإذا لم يكونوا قد صلوا جمعة فأنتم لماذا تصلون جمعة؟ هذان الجوابان عزة عليه جدا. أنا أقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الجمعة، وأمير المؤمنين سلام الله عليه صلى الجمعة، والإمام الحسن سلام الله عليه صلى الجمعة، والإمام الحسين سلام الله عليه صلى الجمعة، وكثير من المسلمين في مختلف مذاهبهم بما فيهم الإمامية صلوا الجمعة، ولا أعتقد أنها تركت في أسبوع إطلاقا من صدر الإسلام وإلى العصر الحاضر. ألقى السيد الصدر أولى محاضراته في الفقه الاستدلالي على طلبته عام 1978، وفي العام 1990 ألقى أبحاثه العالية في الفقه، واستمر متخذا من مسجد الرأس الملاصق للصحن الحيدري الشريف مدرسة وحصنا روحيا، كونه البقعة الأقرب إلى جسد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فألف نحو 22 كتابا و19 مخطوطة. بدأ السيد الشهيد بالخطوة الأولى، وهي استقدام طلبة الحوزة، استقدام الشباب إلى الحوزة العلمية الشريفة، وكان القبول في ذلك الوقت قبولا عشوائيا، أي لم ينظر السيد الشهيد في ذلك الوقت إلى كون هذا الطالب أو كون هذا الشاب هل هو متدين غير متدين، جاء لغرض أن يتجمل بهذا الزي الديني
أو أنه جاء لغرض التحصيل العلمي وكان يعطي راتبا على ذلك. إذن هناك غاية، هذه الغاية هي أن يجعل في قلوب الآخرين أن هناك حوزة، أن هناك رجال دين، أن هناك قادة. لم تسر خطوات السيد الصدر هذه على طريق من حرير، فلكل صرخة أياد تريد وأدها وتكميمها. الصراع الأزلي بين صوت الحق وجدران الباطل عرف السيد محمد صادق الصدر للاعتقال 4 مرات بفترات متفاوتة، بدءا من عام 72 و900 و1000 وانتهاء بعام 1999، فتركت الأجهزة القمعية علامات وحشيتها على جسد الشيخ الورع الطاهر. استغل السيد الشهيد قدس الله نفسه هاي الفترة اللي هي التسعينات وهي ضعف الدولة بعد الحرب العراقية الأمريكية بعد غزو الكويت، فكان ينشر طلبة الدين في المحافظات، وكان يشترط على طالب العلم أن يرتدي الإمامة في منطقته، بل أحيانا كان يحرم على الطالب الذي ينزل إلى داره بدون الزي الديني، إلا هناك استثناءات طبعا لتقية وما شابه، هو كان يعلمها قدس الله نفسه الشريف. وكان في كل شهر رمضان، يعني العطل الدينية والمناسبات الدينية والشهر المحرم، يبث الطلبة في المحافظات وفي الأرياف كي يبلغوا، كي يأمر الناس بالمعروف وينهوا عن المنكر. فالحمد لله كانت هناك استجابة كبيرة مع هذا التفاعل، ويكفي أنه بدأ لوحده وكون له قاعدة رصينة ممكن أن ينهض بها للمرحلة التي هو خطط لها سلفا. وفعلا خطوة بعد خطوة إلى أن أمر بإقامة صلاة الجمعة. أصبحت جمعة مسجد الكوفة تكتظ بملايين المصلين من جميع أنحاء البلاد، وكانت خطب آية الله العظمى محمد صادق الصدر بلسما لجراحهم وآهاتهم، ونورا يستدلون به نحو الخالق جل وعلا. خطب لم تقتصر على كونها دينية تاريخية، إنما كانت إصلاحية فكرية بسيطة اللغة عذبة الكلمات، وكانت زلزالا يهز عرش السلطات ومصدر قلق وإزعاج دائم لهم، فحاولوا احتواء هذا اللسان المزلزل بأي ثمن كان. ثم أقيمت في مسجد الكوفة، وفي مسجد الكوفة كان دائما ينتقد النظام من باب إياك أعني واسمعي يا جاره، وكلكم سمعتم خطب صلاة الجمعة ومسألة سير جون ويزيد والبيزنطينيين وغير ذلك، كانت مقصودة. حتى أنه قال في يوم ما كبر هيك بنص عبارته حسب ما أتذكر، لا تأخذون الكلام يعني صغار صغار، كبر الحكاية. تحول العالم الورع إلى رمز وقائد لظاهرة إسلامية مليونية، ظاهرة لم ترق لسلاطين البعث ووعاظهم، فوجهوا جلاوزتهم وأجهزتهم وترساناتهم لاتخاذ تحوطات واحتياطات وفي أقصى درجات التأهب تحت غطاء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أطلق عليها اسم الفارس الذهبي. صممت فرضياتها على أساس تهديدات جوية وتدخل قوات محمولة جوا، كما تضمن المشروع الممارسة على تنفيذ تنقلات استراتيجية في ظل التهديد الجوي وفي ظروف استيلاء مفارز من القوات الخاصة المعادية
على مفارق الطرق المهمة والنقاط الحرجة كالجسور. فقامت هذه القوات بعملية إنزال جوي على مسجد الكوفة ذا الأثر الاجتماعي والتاريخي الكبير في نفوس عامة المسلمين، فاقتحمت المسجد تحت ذريعة المناورات العسكرية. في النجف أنا أتذكر يعني إحنا طلبة ندرس هنا من الحوزة اللي في الصدر، يوم الثلاثاء النجف امتلأت جيش، آلاف من الجنود والضباط نزلوا إلى الشارع. أنا أتذكر كل أربعاء ننزل إلى بغداد، شفت الدبابات والمدفعية، حتى أتذكر أنه هاي سيطرة شفل، كان أكو أكثر من 12 مدفع منصوب على النجف. اسألنا الأخوة اللي قالوا إحنا كذلك سيطرة الكوفة كانوا موجودة، ومن جينا أيضا ماتين كذلك سيطرات الباقي، شكو سيطرة دائر مدار النجف كأنه قوس، شبه القوس أو شبه الدائرة مدفعية. أما في داخل النجف أنا أتذكر جيش في الشوارع قرب الحرام، بالمقبرة موجودين ضباط ومسلحين وسيطرات وسيارات عسكرية، آلة عسكرية نازلة بشكل إلى الشارع ذاك الوقت. كانت السويعات الأخيرة من عمر السيد محمد صادق الصدر تسير نحو الصفر الذي حددته سلطات الطغيان. فقواتهم فرضت طوقا على مدينة النجف الأشرف كجزء من أساليب الردع المسبق، ووضع جهاز حزب البعث في أقصى حالات التأخب. خرج السيد محمد الصدر ليلا بعد إكمال مجلس العزاء الذي يقيمه كل ليلة سبت في البرانية، وهم ولداه مصطفى ومؤمل بإيصاله إلى المنزل حسب ما جرت عليه العادة. وفي ساحة ثورة العشرين القريبة من منزله دقت ساعة الصفر، حين فتح جلاوزة النظام النار على السيد الصدر وولديه اللذين فارقا الحياة مباشرة، بينما ظل سماحته يلفظ أنفاسه الأخيرة حتى قضى نحبه في المستشفى بعد نحو ساعة من الحادث الأثيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وما هي إلا دقائق بعد رحيل السيد من البراني وخروجه متوجها إلى بيته، ما هي إلا دقائق قليلة وساعة قصيرة حتى سمعنا بأن السيد قدس سره أصيب مع أولاده، مع ولديه الشهيدين الذين كان معه، السيد مصطفى رحمه الله والسيد مؤمل، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى. وكنت أول الهارعين وأول المسارعين إلى مستشفى النجف الأشرف إلى الطوارئ، ولم يكن هناك عددا موجودا من الإخوة كاف، وإنما كانت الأفراد تتوافد شيئا فشيئا إلى باب المستشفى. وكنت أول الحاضرين، وقد دخلنا إلى المستشفى فوجدنا الكارثة، السيد لم يكن موجودا في رتحة الطوارئ، وإنما كان السيدين الشهيدين السيد مؤمل والسيد مصطفى في رتحة الطوارئ، وقد قضي عليهما وقد تم استشهادهما رضوان الله عليهما. أما السيد فلم يكن موجودا أمام العين، وإنما كان مخفيا، الموقف غير واضح، النتيجة غير واضحة، الخبر الذي نشر من قبل إعلام الظالم وإعلام الطاغية أن السيد أصيب بقدمه وإصابته بسيطة وسيخرج معافا من المستشفى، لكننا كنا في داخل المستشفى ثلة من الطلبة ومجموعة من الإخوة المؤمنين لا يتعدى عددنا العشرة. كان الوضع في داخل المستشفى غير الوضع في الخارج، الوضع في الخارج سيطر عليه إعلاميا من قبل الظالم، لكن كانت الحقيقة في داخل المستشفى غير. وقد نبأنا أحد الأطباء في وقت مبكر قبل أن تلوح الساعة إلى العاشرة، نبأنا بأن السيد قد استشهد وأن السيد قد قضي عليه وأنه تمت تصفيته جسديا. وصل الخبر إلى بغداد ساعة 11 أو 10 في ذاك الوقت، مجرد أن استشهد السيد قطعوا الطرق، قطعوا التليفون،
لا تليفون أكو، لا طريق أيضا يوصل بغداد والمحافظات الباقية. قاموا شكوا ضابط أمن يروح إمام الجمعة الموجود يبلغه ويهدده إنه هذا الأمر إجا أو صار، اسمعني هيك خبر، فأنت يعني حذاري أن تفعل شيء. أنا كنت ذاك الوقت يعني يوم جمعة، وكنت لو صح التعبير إنه الخطبة كانت حادة على الدولة، وطالبت الحكومة العراقية بإطلاق سراح السجناء، وذكرت أسامي السجناء في ذلك الوقت. فإجا ضابط الأمن ذاك الوقت أبو درع، أنا حقيقة كنت موجود غير مكان، راد استدعاء الساعة 11 بالليل أو 10 ونص بالليل، استدعاء معنى المعاني، لكن رجع ما موجود أني. رجال أمن جلسوا في داري، كانوا موجودين، جيت أنا قبل يومين أو ثلاثة من الاستشهاد، كانوا موجودين رأس الشارع أو رأس الفرع، جلسوا في الدار. قاموا جابون على التليفون هم شي يصير ويصير، هذا الساعة 11 ونص أو 12 بالضبط، بدأوا هم يتصلون، هم جابون على التليفون. أنا طلعت من ذاك الوقت، ما موجود بالبيت يعني، هم يجابون هم يسألون، ما حد حتى بالبيت يعني وبالشارع. الآن حد الآن خبر، البعض وصل أنه السيد جريح، البعض وصل خبر أنه أكو دعاية أنه السيد مستشهد، كأنه يعني نوع من المخابرات العراقية تمتص الغضب الجماهير. في تمام الساعة 7:30 تقريبا وخمس دقائق، أنا كنت أنظر إلى الساعة على اعتبار أنا كنت أعمل في خدمة السيد في غرفته، فنظرت إلى الساعة 7:35 بالضبط بالدقة، نهض السيد من مكانه متوجها إلى بيته الشريف، فذهبنا معه إلى السيارة. عندما ركب السيارة ركب وللمرة الأولى السيد الشهيد مصطفى الصدر في المقعد الخلفي، فهو استغرب السيد لما التفت وراء مصطفى إلا أنه سلم أمره إلى الله تبارك وتعالى. فانطلقت السيارة، أنا طلبت من السيد مصطفى، كان عندي موعد يوم السبت مع السيد الشهيد الساعة 9 السبت صباحا بالبيت، فطلبت من السيد مصطفى يأكد الموعد، قلت له سيدنا بلك تأكد موعد بلا زحمة عليك، وانتظر من توصل البيت أنا أتصل بيك. فلما وصل حسبت الوقت اللي من مكتب النجف إلى البيت الشريف، اتصلت وصار الاتصال عن طريق سيد المقتدى، فهنا قلت لسيدنا لعله العائلة شيء من التلفون ممكن تتصل، فاتصل سيد المقتدى اي، فانطوا جواب انه لسه السيد ما وصل. بعد شوي انتظرنا، اتصلنا دقائق طبعا، اتصلنا السيد ما وصل، دخل بينا القلق والشك. انا قلت له راح اطلع سيد مقتدى اشوف شنو النتيجة شنو الموضوع شنو صاير. ففعلا نزلت الدرج مال البراني، وصلت للشارع اريد اجر تاكسي، واذا ب سيد شاب جميل اتذكر الان، جاني قال لي شيخنا صدق السيد مطروح بتاريخ 19/2 الساعة 7:30 إلى 8 مساء، كنا جالسين في رثة الطوارئ في مستشفى صدر التعليمي، ما تسمى مستشفى صدام المقبور آنذاك، كنت في حينها مقيم أقدم في ذلك الوقت. دخل علينا رجال الأمن وكانوا يتكلمون ببرود في ذلك الوقت، قالوا أن هناك إصابات في داخل رثة الطوارئ. هرعنا في ذلك الوقت، كنا أطباء طوارئ، فوجدنا ثلاث إصابات، واحدة للسيد محمد صادق الصدر قدس سره، والإصابتين لأولاده مؤمل ومصطفى. قاموا كل أطباء الطوارئ، أخبرنا كل أطباء المستشفى في حينها للمساعدة، دخلنا لرياضة الطوارئ، كانوا أولاد السيد في ذلك الوقت في حالة هيجان، الإصابات كانت قوية كلش. وبالنسبة للسيد وصل متوفي في ذلك الوقت، أخبرناهم أن السيد متوفي، أدخلوا السيد في غرفة خاصة ومنعوا أي أحد من الدخول هذه الغرفة، ووضعوا في باب الغرفة حارس أمني لمنع أي منتسب أو أي آخر من دخول هذه الغرفة. قمنا بإجراءات الطوارئ الأولية للسيد مؤمل ومصطفى، كان السيد أحد السادة اللي كان على ما أذكر السيد مؤمل أصابته جدا شديدة، يحتاج إلى حوالي 14 بطل دم. تمت المساومة بيننا وبين محافظ النجف وبين المسؤولين الصداميين في ذلك الوقت،
على أنه نحن من سيقوم بعملية التجهيز والمراسيم والدفن. فصارت القضية بهذه الصورة، وجاء الجواب بعد الساعة 3:30 ليلا، فهرعنا إلى ما يسمى في عرف الأطباء والمستشفيات بالثلاجة، والمكان الذي توضع فيه الجثث. حاولنا الدخول إلى النجف في ذاك الوقت، يعني اليوم الأول حقيقة ما استطعنا، يوم الثاني أيضا ما استطعنا، النجف شنو مخنوقة كانت. يوم الثالث أنا وصلت إلى النجف حقيقة، نجف معطلة تماما، الأسواق معطلة، الدوائر معطلة، السيطرات معطلة، لا ترى إلا جيش في النجف، إلا رتب عسكرية وجيش وخنادق ومواضع وأسلحة ثقيلة، مدافع، مدرعات، دبابات، سيطرات كثيرة، يعني شبه ممنوع التجول. أنا أول شخص دخل إلى المستشفى، ففاجأتهم للأمن بدخولي للمستشفى. دخلت غرفة الطوارئ بصوت عالي وقوي أصيح: السيد وين السيد؟ السيد وين السيد؟ فشفت سيد مصطفى وسيد مؤمل بالطوارئ بالمكان العام، يعني ما بي في الدلالات على أنه فعلا يريدون ينقذون حياتهم. وأسمعهم من شدة الرصاص والقلق على السيد الشهيد، أنا أسمع السيد مصطفى الشهيد بصوت عالي يقول: يا زهراء. واني اصيح: سيد وين السيد؟ سيد. فاسوى ارباك صوتي بالمستشفى، جاني ضابط امني في حينها اللواء سامي، فقال لي: شيخنا السيد الشهيد بالعمليات جاي يسوي له، هذا صوتك واللي تسوي لعله يربك الاطباء ويسوي ارباك بالمستشفى، فكون انت تهدي والى اخره. ففعلا هدأت شويه، بدوا مره اخرى قالوا لي: اطلع سيد مقتدى برا الطوارئ والويا، ممكن تحكي وياهم تهدئهم. فقمنا اي مكان او اي مساحه نتركها بعد ما نقدر نرجع لها، يعني طلعنا باب الطوارئ بعد ما نقدر نطلب للطوارئ، طلعنا من باب من قرب الطوارئ بعد ما نقدر نرجع الى قرب الطوارئ، الى ان وصلنا بوابه المستشفى. امتلأت المستشفى بالامن والمخابرات والاجهزه العجيبه غريبه، وجوه ما شايفيها احنا. الوحيد اللي كان يقدر يدخل غرفه السيد هو اني، كنت ادخل غرفه السيد او تحديد مكان الإصابة. حددت مكان الإصابة اللي كان في رأسه، إصابة جدا بليغة، وكانت إصابة في لحظتها توفى السيد، يعني كانت الضربات كثيرة في رأسه. بالنسبة للسيد مصطفى أدخل رتبة العمليات، يعني كانت بعض الإصابات في صدره من جهة الخلف، في صدره إصابة جدا شديدة، فأدخل رتبة العمليات لكي القيام ب الإجراءات الأولية من تيوب الصدر وبعض الإجراءات الأخرى في رتبة العمليات، لكن بلغنا من قبل طبيب الجراح أن السيد توفى في رتبة العمليات. السيد مؤمل توفى في رتبة الطوارئ بعد ساعة من وصوله إلى رتبة الطوارئ، يعني تقريبا ما يقارب ثلاث ساعات كان كل السادة توفوا رحمة الله عليه. فاستلمنا الجثث بلا غطاء ولا رداء، وحملنا السيد قدس سره، أنا والشهيد السعيد الشيخ محمد النعماني قدس سره، ووضعناها في التابوت. لكن الاستغراب أن السيد كان مضرجا بدمه، كان بركة من الدم، حتى ابتلت ملابسنا بذلك، وهي إلى الآن شاهد عيان إلى هذه اللحظة. بصراحة حملنا الجثث ودموعنا تجري والسماء تمطر معنا أيضا، وهي ما زالت حمراء سوداء، سوداء لحزنها وحمراء لبكائها، وتقطر معنا. فانتقلنا من المستشفى إلى المختسل المعروف ببير عليوي، والذي يكون هو في وادي السلام، وباشرنا في التغسيل من الساعة 4 للسادة الأشراف حتى انتهينا في الساعة 6 فجرا، تحت الضغوطات وتحت الإلحاح وتحت الضغط بالمسارعة قبل أن يفضحهم الصباح وقبل أن تنكشف الحقيقة لدى الناس. وقد أخذوا الاحتياطات اللازمة في ذلك من حظر تجوال ونشر قوات كثيرة واستعدادات كاملة عرفها الناس أكيدا. بقينا في المختسل ساعتين متواصلتين، لأن السيد قدس سره أخذ مني شخصيا ساعة كاملة، لأن أنا من باشرته بتغسيله.
وأنا من باشرت بتكفينه. أخذ مني ساعة كاملة. أتعلمون لماذا أيها الإخوة؟ لأن السيد لم يتوقف دمه أبدا. الساعة بالثنتين بالليل قالوا المحافظ يريد يشوف من جماعة المكتب بالنجف، فتوجهنا أني أتذكر أني وشيخ علي الشيخ عباس الربيعي والسيد سلطان كلنتر والسيد حسين كلنتر والشهيد المرحوم الشيخ محمد النعماني، فأخذونا بسيارتنا احنا رحنا وطونا قالونا بفلان مكان ينتظروكم مكتب شرطة الكرار أهل النجف يعرفوه، كان قرب ساحة النفق يعني ما التقينا بالمحافظ داخل المحافظة. هذا الحكي انه المحافظة أصبحت مربكة، ماكو بشر يتحرك المحافظة، يعني أي سيارة مدينية يتحرك المحافظة ماكو غير سيارتنا احنا. فوصلنا اللي غاد لعلهم متوقعين فدود فعل، فتركوا مكان المحافظة وتركوا مكان الأمن، راحوا قعدوا مكان توجهوا بعيد عن انه هذا ممكن يكون مكان رد فعل يصير عليا يعني مركز شرطة على اعتبار. فدخلنا الى المكان فوجدت على المكتب يعني الميز المكتب قاعد المحافظ، والى يمين المحافظ مدير الامن، وبالجهة الاخرى اللي تقابلنا كان مجموعة من الشباب ومجموعة من الشخصيات التي توحي لها علاقة من خلال صغر سنهم وهيمنتهم على الجلسة انهم لهم علاقة بنظام صدام بالقيادة الصدامية خلينا نقول. وكان اتذكر من عندهم اللواء عبد العزيز كان مدير الشعبة الدراسية الخامسة يسموها أو ما أتذكر بالضبط. فصار الحديث أول بداية اللي خبر اللي قالونا أنه السيد انتقل إلى رحمة الله هو وأولاده. قال المحافظ إحنا للأسف نبلغكم أنه السيد انتقل إلى رحمة الله هو وأولاده، وإيه المطلوب من عندنا شنو؟ قلنا له شنو المطلوب؟ أنه يدفن السيد كخلق الله هو وأولاده. فمع التهديد على أنه إذا صار شيء بالنجف ترى إذا إيدنا في يوم ما لدغتها فد نملة إحنا ما نقتل النملة وإنما نقطع إيدنا وياها. اللي كانت في ردة الطوارئ اللي من قبل رجال الأمن منعوا وصول بعض الأدوية من خارج المستشفى للقيام بالأعمال الطارئة للسادة، وكانت الإجراءات جدا مشددة، وحقيقة حصلنا على بعض المضايقات من خلال يعني الإجراءات الأولية للعلاج. يعني كانوا يمشون معنا يستفسر ماذا في ما هي أصابة السيد مؤمل، شنو ما هي أصابة السيد مصطفى، هل يستطيع العيش أم يموت. تعرفون أنا بالنسبة للطبيب يعني ما يعطي أي كلمة إلى حين انتظار الإجراءات الأخرى بالنسبة للعلاج. السيد هم عرفوا أنه السيد محمد صلى الله عليه وسلم سره أنه توفى في لحظاتها في حين وصوله إلى ردهة الطوارئ. قبل ما يدخل يعني يستشهد السيد كان فرغوا الطوارئ من جماعة انتشروا جهاز مخابراتنا والمديرية الأمن داخل الطوارئ، فالدكتور صعد مرضى وين للطوابق فرغوا الطوابق، ورا ساعة أجا السيد محمد صادق قدس الله سره مستشهد بالطبع. سيد مصطفى أول سدية، سيد مؤمل ثاني سدية، سيد مصطفى مضروب برجله، سيد مؤمل مضروب بظهره. فالسيد محمد صادق صدر دخلوه بهاي الغرفة بالطبع، وحارس أمني عليه حارس شخصي يعني من جماعة المخابرات. سيد مصطفى مصوب بالفقد الأيسر مالته، فصعوبة الإسعافات الأولية علينا مغذيات أكو، فصعوبة إنقاذ حياة المريض هي الدم، فالدم منا المختبر هي ما تجاوز 3 ثواني يصير ساعة، لأن يعني شنو مرافق وين المضمد مخابرات أو مدير أو أمن، فصعوبة الدم ينقل. فالسيد مصطفى دخلوه عمليات، أثناء العمليات ورا نص ساعة استشهد. سيد مؤمل شغله دكتور خوشابة ورا ساعة توفى. عندما أردنا أن ندخل في جثة السيد قدس سره كما هو معتاد إلى ضريح أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحضرة المقدسة، ولكن سمعنا هاتفا يهتف ممن كان معنا: لا تنسون أيها الإخوة أن السيد قدس سره قد أوصى بأنه لا تدخل جثته إلى ضريح أمير المؤمنين. لماذا؟ قال: لأني لا أستحق أن أدخل وأنا جثة ميتة إلى ضريح أمير المؤمنين. فوضعنا جثته في المكان الذي يصلي فيه دائما، وقد صلى عليه من كان موجود معنا يتقدمنا إماما للصلاة الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله.
وقد أدينا الصلاة كاملة، وقد تشرفت أيضا أنا بالحضور بأن أقرأ زيارة أمين الله في أرضه نيابة عن السيد وممن كان موجود معنا. ثم انتهينا بعد ذلك متوجهين في الوقت الضيق الحرج إلى وادي النجف الأشرف، إلى وادي السلام، حيث وضعنا السيد في مثواه الأخير، وقد تمت مراسيم الدفن تحت إشراف الطغاة وحرس الطغاة وجيش الطغاة بما كان منا من استطاعة وقدرة. وعندما أتممنا الدفن كانت هناك فرصة طيبة بإشارة آية الله العظمى الشيخ اليعقوب دام ظله بأنه طلب مني بهذه اللغة: أين سيد محمد الصافي؟ قلت: بلى شيخنا. قال: نريد مجلسا على الحسين عليه السلام. فجلسنا عند قبر السيد وهو موضوع في تلك الحالة لأول لحظة، وقد قرأت على قبره الشريف: فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي. فارق السيد الشهيد الثاني الحياة ولم يفارق العقول والمقل، فظل رمزا خالدا خلود حركته الإصلاحية والفكرية. فمحمد محمد صادق الصدر فكر وعلم وفقه، راسخ كالنخيل وشمعة لا ينطفئ نورها. وإن استطاعت الدولة أن تصفي الشهيد الصدر على الله مقامه جسديا، لكن لم تستطع أن تصفيه معنويا. فهذه المفاهيم التي زرعها الشهيد الصدر في قلوبنا وقلوب العراقيين، في النساء والرجال، في الشيعة والسنة، في العرب والأكراد، نشاهد اليوم قد أثمرت. فالزيارات التي منعها الهدام في ذلك الوقت اليوم أصبحت تنادي كلها بدماء الشهيد الصادر. الجمعة التي أجلها وعطلها ولغاها الهدام الآن امتدت إلى آخر بقعة بالعراق. المفاهيم، الحوزة الدينية التي أسسها الشهيد الصدر في ذلك الوقت عندما كانت الحوزة معطلة ولا يوجد طالب ولا مدرس في ذلك الوقت وبدأ من الصفر، الآن أكثر من 6,000 طالب كلهم مدينين بدراستهم إلى الشهيد الصدر على الله مقامه. حقيقة كل المفاهيم، حتى الإعلام في ذاك الوقت، الإعلام الإسلامي المغيب، أول من أسس ذاك الإعلام هو الشهيد الصدر في مجلة وجريدة الهدى. فإذا المفاهيم التي زرعها في قلوبنا الشهيد الصدر ما زالت موجودة لحد الآن، ونقطف ثمارها سوية كعراقيين عرب وأكراد سنة وشيعة. فسلام عليه يوم ولد، وسلام عليه يوم استشهد، وسلام عليه يوم يبعث الحية. نتحدث عن أب يرحل عن أولاده، ونتحدث عن معلم وأستاذ يرحل عن تلاميذه وطلابه، ونتحدث عن فلاح يرحل عن أرضه، ونتحدث عن طبيب يترك مريضه فيرحل. فأكيد الأرض ستبكي، والمريض سيبكي، والتلميذ سيبكي، وأشدهم بكاء الولد سيبكي، لأنه سيتيتم